السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المشاهدين. اليوم جينا نديرو واحد الزرده ديال الكسكسو. ما تنساوش ديروا اللايك والاشتراك يوصلكم كل جديد حبيبي الطيبين. هذا اليوم اللهم صل على سيدنا محمد. هذا مازال عندي اللحم ديال العيد. بصراحه عندي هنا البزار، سكين شبير، ملح، الخرقوم. عندي هنا حبيبي كم ما عرفت شحال عندي الصراحه اللحم. عندي مطيشه، عندي بصله كبيره قرطتها في حالة الشكيل، طبعا ردت الطنجرة حيت درت في الكوكوط اللحم ميطاب هو الاول. بصراحه هنا يا حبيبي الطيبين درت التفويره الاولى ديال الكسكسو. درت التفويره الاولى، ها هي طبعا تفور التفويره، ورشت عليه مليحه وشويه د الماء. راه واش كيعرف يدير الكسكسو؟ غير تنبغي نشاركوا معكم كل نهار كنبغي نشاركوا معكم حاجه بسيطه كنشاركوا معكم. طبعا المغاربه ديالنا معروف عليهم بسم الله ما شاء الله الحداده وما شاء الله اللهم بارك. حنايا هاد اللوحه الفنيه كنسميها انا اللوحه الفنيه، العين كتاكل قبل الفم. عندي هنا خوتي الكروم مكور، مطيشه، القرعه الحمراء، قزبر، خزو، قرعه خضراء طبعا مع البطاطس. عندي هنا الزبيب، عندي هنا الحمص، الحميص اللي قالوا تحت يصير طنجة الحميص. عندي هنا بيدنجال، بيدنجال حبيبي كنقرطو بحال تشكير، تنهز كندير مريقة، ها هي من طنجرة. طبعا بعد ما طاب اللحم قلبت كلشي في البرمة حقاش بغيت كنت مزروبة بغيت اللحم يطيب بسرعة. هنا قلبت بعد ما درت اللحم في الكوكوط قلبته. هنا غادي نستف خضيره، طبعا كلها غادي نستفها، ها هي غادي نستفها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد ما استفتها ورجع نقول بيدنجال تندير له القرفه والسكر وتنخليه يتعسل. هنا بعد ما استفت الخضيره كلها ومع الحمص في مره واحده مع الحمص حيت انا تنجيبه طايب ديجا ديال الدجاج. هنايا بعد ما فورت التفويره الثانيه وستفتح حبيبي الكسكسو، ستفته في الطباصل. كندير الطبسليه طبسل جارتي بحال دائما على الجار على الجار. هنايا كنستف خضيره شويه بشويه، ما تنساوش ديروا اللايك حبيبي الطيبين. هنا كنستف طبعا خضيره بخضيره زي ما انتم شايفين. سمحوا لي على التصوير، الراجل كيصورني راه ما عارفش شي حاجه يعني مزيان، سمحوا لي. ايوا بحال اللي تشوفوا تنستف الخضيره. هذه صراحه اللوحه فنيه، طبعا العين كتاكل قبل ما كياكل الفم بحال اللي شفنا حبيبي الطيبين. شفتوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بصراحه الخضره يعني الكسكسو ديال سبع خضاري يعني مغذي في نفس الوقت، لوحة فنية وفي نفس الوقت كتغدى العين وكيتغدى تتغدى الكرش. طبعا هنا يا حبيبي كنستف خضيرة شوية بشوية، تنستف طبعا تفصيل وتفصيل جارتي دائما هي تعطيني من الماكلة ديالهم وانا تعطيهم من الماكلة ديالي. طبعا ماكلتنا تبارك الله اللهم بارك. بس انا كنستف شويه بشويه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبي الطيبين. بحال اللي قلت لكم نتمنى تدخلوا ديروا لايك واشتراك. هنا قزبر كيعجبني ناكل، على فكره كيعجبني ناكل قزبر معدنوس. كاين اللي كيحيدو ملي تيجي صب، كاين اللي ما تيحيدوش. انا بصراحه بلديه كنحدق صبر معدنوس معايا في الطبسيل بحال اللي شفتو. هنا تنستف خضيره حبه حبه طبعا. ولا كنت شي وحده هنا في جده باغا ندير بغات شي طبسيل كسكسو بحال هذا، تواصل معنا على فيسبوك يوميات حليمه، تتواصل معنا وحنا مرحبتين. شي وحده كتوهم سمحوا لنا، شي وحده كتوهم ولا شي وحده تشهات مرحبا على الراس والعين نوجدو لها، ليش لا؟ الله يسمح لنا من السيدات اللي كيتوهموا، ويا ربي ان شاء الله اللي كتمنى شي حاجه ربي يعطيه لها
واللي كتمنى تزوج يا ربي تزوج، واللي كتمنى يا ربي وليدات يا ربي يعطيها. هنايا بعد ما وجدت الطفيصل ديالي ها هو لوحة فنية زي ما قلت، هذا شكله واو صراحة ما نقولكمش، شكل ومذاق حاجة روعة. اللهم بارك، اللهم ديمها نعمة واحميها من الزوال. دائما حبيبي تنقولكم شاركوا معنا لايك واشتراك.